العرض اللي تقدم وما نشر من يومين، وأساسا يعني الملف الرئاسي كان جامد، من بعد هذه الخبرية تحرك شوي. ما حقيقة هذا العرض، وهل قطر فعلا تقدمت بهذا العرض إلى سليمان فرنجية؟ أنا معلوماتي أنه حتى ليلة الجمعة لم يحصل أي لقاء بين رئيس زعيم تيار المرد سليمان فرنجية وبين الموفد القطري أبدا، وبالتالي شيء اللي نشر مبارح بظن ضمن حملات هذه التعبئة لإقصاء مرشح لمصلحة مرشح آخر أو شيء، لأنه أولا لا القطري حامل مثل هالعرض ولا بيسمح لنفسه، وما بظن أنه الوزير فرنجية عنده الشهية يقبل هيك عروض أو إغراءات. أنا بشك، ومصادر بتأكد يعني على صلة على مستوى عالي بالوزير فرنجية بتأكد هذا الكلام لا له أي أساس من الصحة. طب والرد اللي صدر عن مصادر تيار المردة أنه عبر الوزير يوسف فنيانوس، هل أيضا برأيك أزاهن أكثر هذا الرد؟ لا، أنا برأيي يعني طالما النبع موصي شيء للنبع، أنا برأيي هذا ضمن السجلات بتاخديه، لأنه القطري مش معقول يجي يقدم إغراءات، يعني حامل رزمة من الإغراءات بيوزعها لفلان وقلتين العلاقة بالرئاسة لتسويق المبادرة، بشك أنا. طيب يعني هو بإطار استهداف ترشيح رئيس تيار المردة، وهذا دليل أنه بعده متمسك بترشيحه حتى هذه اللحظة؟ أنا رأيي إيه، بعده متمسك وما في شيء جديد يعني بيفتح الباب أمام خيار ثالث. أنا بتقدير الأبواب بعدها موصدة. موضوع الرئاسي مش هون، شو هلأ بنحكي؟ ما في أسهل من الحكي عن لبنانة الاستحقاق، وأنه هيدا نتاج بيرجع لمجلس النواب. بشك أنا برأيي أكتر مرة بيقتدر الاستحقاق الرئاسي إلى أين يتجه من خلال مراقبة ما يجري بين إيران، المفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن. نعم، تقريها من هنا. رح نحكي عن هذه المواقف الدولية، بس بما أنك حكيت عن المرشح الثالث، هذا طرح صار خماسي، يعني الدول الخمس، دول اللقاء الخمس هي من تبنت هذا الطرح، وكان ظاهر على لسان لودريان بحديثه الأخير، وأيضا من خلال جولة الموفد القطري. ليه برأيك بعد الأبواب موصدة أمام المرشح الثالث؟ أولا الموفد الرئيسي الفرنسي جان إيف لودريان اقتنع، بعتقد يمكن عن قناعة أكثر من واجباته، أنه لابد من إحداث نقلة نوعية من المبادرة اللي كان سوى للمستشار الرئاسي باتريك دوريل إلى موضوع الخيار الثالث، لأنه اصطدم بمعارضة مسيحية. بتعرفي المسيحيين بينظروا لفرنسا أما أم الحنون. لقوا أنه استغربوا أنه كيف فرنسا جاي عم تضغط عليهم، وتعرضوا لهجوم الفرنسيين بالأخير من قبل حلفاء المسيحيين. بعدين يعني تقديري كمان أنه لهلأ الثنائية مش راكبة، يعني المنافسة بين الثنائية مش راكبة، بس أنه هلأ عم نطرح الخيار الثالث لا يعني أنه الطريق سالكة. بعد الأمور مش ناضجة برا. وين عالقة؟ يعني عم تحكي حضرتك أنه هو عالق عند المفاوضات غير المباشرة اللي عم بتصير بطهران وواشنطن. حزب الله مش جمعية خيرية، ما يعني ما نبسط الأمور. حزب الله بيتعاطى مع الاستحقاق الرئاسي من زاوية ما يدور في الأقليم وأبعد من الأقليم، مش موضوع محلي كيف نركب لائحة. أنا هي رأيي، والدليل بال 2014 أثناء تولي الرئيس تمام سليم حكومة بعهد الرئيس ميشيل سليمان، نعرف قد مراوحة وطريق مسدود. فجأة مش الاتفاق النووي بين إيران والرئيس باراك أوباما في حينه، تاني يوم يعني إلى حد اتصلوا بالرئيس تمام سليم كأنهم عم يلوموه ليش هو مأخرك. طلعت الحكومة دغري. هلا رح يصير نفس السيناريو. أنا رأيي بعدها برا مش ناضجي، واللي أكتر يعني بيقولوا لك إنه خلي الأطراف الداخلية تتساعد لنساعد. نعم. أنا تقديري جوا يعني ما حدا بيحكي مع التاني، في بدك تعملي شيء حدا يحكي مع التاني. ما بصير